حسين الشيخ صبي الإدارة المدنية المرفوض شعبيا. تواترت الأنباء والتسريبات عن احتمالية تولي حسين الشيخ رئاسة السلطة الفلسطينية خلفا لمحمود عباس، إما بسبب وفاة قريبة محتملة أو بسبب عجزه التام عن قدرته على تحمل مسؤولية الرئاسة بسبب المرض. سواء كان التعيين المحتمل لحسين الشيخ حقا بسبب مرض عباس أو بسبب اتفاق أمريكي إسرائيلي على اسمه، فإن الرجل لا يحظى بأي رضا شعبي أو حتى فتحاوي داخلي. أسباب عدة جعلت من الشيخ هذا الرجل المكروه بين فئات الشعب المختلفة، ولعل لقبه بصبي الإدارة المدنية يختصر هذه الأسباب. تميز في التعاون الأمني مع الاحتلال، بل أثبت الجدارة فيه. فساد كبير أدى إلى نهب مئات الملايين من أموال أبناء الشعب، استغلال بذيء لاحتياجات أبناء الضفة وغزة الإنسانية، محاولات تحرش وقضايا جنسية، صلاحيات غير محدودة للأقارب ولعظم الرقبة مع غياب المسؤولية والمحاسبة، ومشاركة كبيرة في حصار قطاع غزة عن طريق عملية سيطرة محكمة على مال غزة عبر الضرائب وأموال الإعمار وأموال عمال وتجار غزة، مع وجود شبهات في المساهمة في سرقة غاز غزة. هذه بعض من ملامح سيرة القيادة الفتحاوي المعين مؤخرا كعضو للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، سيرة تحبذ لاختياره رئيسا للسلطة الذراع الأمني للاحتلال. ولكن هل سيقبل الشعب بتكرار حكم التنسيق الأمني الجبري ضده؟